لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم قطيف شحات في أوروبا. أحييكم من مدينة لوزان من أمام بحيرة لوزان. اليوم أنا متواجد في مدينة لوزان وهي بحيرة لوزان. اليوم أمطار وبرد، درجات الحرارة منخفضة، هطول من الأمطار. يوم الاثنين تاريخ 6/8/2023 أتيت من جنيف إلى مدينة لوزان السويسرية. والله يا أخوان اليوم الأجواء ماطرة جدا في مدينة لوزان، وبرد وحرارة منخفضة جدا، وهيجان في البحيرة بسبب الأمطار والعاصفة، ولكن الأجواء رائعة جدا. هاي بحيرة لوزان، آتيا من مدينة جنيف، تساقط للأمطار. تساقط للأمطار، أمطار غزيرة في مدينة لوزان. وأجواء ماطرة. ولكنها ممتعة في نفس الوقت. الو بونجور. لهواة السباحة أي مكان. طبعا هي البحيرة اسمها بحيرة جنيف، تضم مدينة لوزان ومدينة مونترو. مونترو بآخر الاتجاه مباشرة، هاي جبال الفرنسية
هاي جبال الألب الفرنسية، سلسلة جبال الألب الفرنسية. طبعا لوزان يتكلمون اللغة الفرنسية. تشعر وكأنك في البحر. سبحان الله، عواصف. هاي الباخرة ذاهبة إلى الجانب الفرنسي. قارس وامطار وعواصف في سويسرا. امبارح الاحد كانت الاجواء رائعه في مدينه جنيف، مش مساء، السبت مش مساء، واليوم الاثنين التاريخ 6/8/2023 أمطار. السلام عليكم. أمطار وبرد والله يا أخوان، والله برد. حتى أنا يعني بردان وصلعتي كما ملاحظين. هاي خريطة لوزان، هاي خريطة تبع لوزان.
أنا بدي أودعكم أصدقائي متابعين ومتابعين قناة جاسم تشرح حكي ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.